باي انت كتير طيبة هالأكلة، عطيني خليني دوق. رح أعطيك، رح أعطيك إيدك وعطيك إيدك، إيدك أنا بعطيكم. أعطيني دوق. وأنا إيه طيب كمان بدي دوق وحدة. هدول إلي. استنى شوي، ريحتها كتير طيبة. بابا كان دائما يحكي لي عن الحلو يلي كانت تعمله الماما قديشه طيب. طيب تعي دوقي هدول. هدول إلك. استنيتيني لحتى غمضت عيوني شوي واجيتي لتاكلي؟ هاتيها تركيا، عمل لك تركيا. طب ليش؟ ليش؟ من كل عقلك عم تسأليني؟ صرت قايلت لك ألف مرة إنه الأرملة ما بيصير تاكل ولا لقمة بعد ما تغيب الشمس، عم تفهمي؟ حرام عليكي، خليها تاكل. اي ستي خليها تاكل، بس قطعة بس وحدة. سكوت ولا حرف. بحضرتك مهراج، مبسوط بحالك عم تطعميها لجانجا بايدك؟ نفسي اعرف بس وين كان مخك. امشي معي، قلت لك لا تطلعي من الغرفة بدون اذني. ومع هيك ما حرام عليك ستي، استني شوي. تعي لشوف انا بورجيكي. ماما إذا بتريدي حاكيها لستي عن جد كانجا ما عملت شي، هي ما عم تخليها تاكل ابدا. امي من بعد اذنك احكي مع ستي، انت بلكي بتسمع مني. اهدي شوي امي، والله حرام اللي عم تعملي هالشي، ما بصير هالشي. شو بدكم يعني الا ما فيني حاكيها هلا، ما حاب اللي عم تساوي، ستكن عارفانه شو عم تعمل. بس جانجا قلت لك ما رح احكي شي. بعدين جانجا لازمها شوية ترباية، مشان هيك خلينا سكر على الموضوع ونترك ستك تشوف شغلها. عادي هون لشوف. لازم علمك كيف تسمع الكلمة مرة تانية، ما في طلعة من هون من دون إذني، مفهوم؟ بس أنا جوعانة. شبك ليش هيك عم تطلعي فيني؟ مو قلتي انك جوعانة؟ يلا كلي لشوف. بعرف انه ما عجبك بس هذا الموجود هلا. ما بدي من هالاكل، بدي اكل من الحلو يلي عاملته امه لساقار.